السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين الزوينين اللي كيحبوا مول السلوي. الحقيقة في الدقيقة، ما عندناش الجرام ديال المشكل. تابعوا معايا هذا الفيديو ما تزابيوش، وعرفوني كلمة بكلمة. وشكون غادي نجاوب في هذا الفيديو؟ عرفتوني انتم شكون غادي نجاوب؟ ولا خاصكم تتبعوني باش تعرفوني شكون غادي نجاوب. عفوا، غادي نجاوب واحد خينا اللي هو كاين في المغرب. هو كاين في المغرب اللي كما كنقولوا هو تحت المشاهده، ودابا هو كيحس براسو مطور. هو قال لك حقا، راه كيقول لخديجه فرنسا اجي عندي انا نصاوب لك، اجي عندي انا نصاوب لك القناه ديالك ونصاوب لك اللعيبات. واصلا انت كنت انت عارف، وعارف كما كنقولوا الشروط، وعارف بزاف ديال الحوايج في اليوتيوب. علاش مسحتي دوك اللايفات؟ واش ما في اخبارك بالله الا مسحتي شي فيديو ولا شي لايف في القناه؟ راه القناه صافي، راه باي باي، راه طاحت، راه كما كنقولوا داك الاشعار، راه تحيد فيديو واحد ولا لايف واحد من القناه، راه الاشعار ما كيبقاش يوصل عند الناس. دير فيديو ولا دير تعيط، دير في الفيديوهات وفي اللايفات، صافي دوك الاشعارات ديال الاشعار ديال اللايف ولا ديال الفيديو ما كيبقاش يوصل عند الناس. علاش؟ حيت كتحيد فيديو ولا لايف القناه كطيح في التفاعل. هذه وحده، انت كتحسب راسك مطور. كنتي كتحسب راسك مطور وعارف هادشي التخربيق في اليوتيوب، وعارف الشروط كاملين، وعارف شنو كدير، ما غاديش تمسح اللايفات. فهمتيني؟ ممكن تقدر مثلا بغيتي تحيد اللايفات، تقدر تسد على واحد بواحد، تسد على فيديو في السيمانه، تسد عليه حتى تدوز السيمانه اللي ممكن تحيدو، حتى تخلف مثلا كيما كنقولو تخلف ليه دوك السوايع ديالو في اللايفات. فهمتي؟ تسد على لايف ودير واحد جوج لايفات ولا ثلاثه يطلعوا في التفاعل اللي ممكن تحيد هذاك، حتى تسد عليه بعدا اللي تحيدو. ولكن انت كتقول براسك عارف، وكتقول لخديجه فرنسا اجي نصاوب ليك واجي نصاوب ليك. اش عارف ما تصاوب؟ اش عارف؟ واش هي جات في جات في دور فيك العينين عندك ولا باش نوصل لي؟ وغادي يعاود تاني اشنو غادي كتقول على الحياني واكرام البدوية مشات تسامحات. شوفوا باش تعرفوا هاد السيد هذا راه لا عراق، هاد السيد راه ما باغيش الصلح، وباغي ديما تبقى الفتان ما بين الناس، ما باغيش الناس يتسامحوا. مشى اشنو قال، خرج في واحد اللايف اشنو قال على الحياني وعلى اكرام؟ قال انت الحياني درتي واحد الغلط، كنتي تمشي بوحدك وما ديش معاك اكرام. ايوا بعد نسميك انت مطور، بعد غادي يمشي الحياني بوحد واحد البدويه. على الحياني عارف يصور، عارف يدير فيديو، عارف يفتح الكاميرا باش يصور. ها اكرام مشات معاه، راه مقابله القناه، راه مشات معاه دارت فيديو، دارت لايف، بدا يمشي الحياني بوحدو. شكون غادي يصور معاه في القناه ديالو؟ حيت بنتو راه هي اللي مقابله القناه. باش نسميك انت مطور، فهمتيني؟ الا كانت البدويه قالت شي حاجه في اكرام من شحال هذه، راه الخلاص كيبقى عند الله، الله هو اللي غادي يخلصها على هذاك الشيء اللي قالت، ومحسوب عليها ومقيد ليها في ميزان الحسنات البدويه، حتى نهار تموت وتمشي تمشي عند الله، وديك الساعه غادي تحاسب هي واكرام داك الشيء اللي قالت فيها من الاخر. حيت علاش هذوك الناس دراوش الحياني بو محمد درويش واكرام تيكتار تيدار، فهمتي؟ الناس كلهم دراوش، لا اكرام ولا بوها ولا امها، دراوش. وكاع اللي حك عليهم راه غادي يخلص، شي كاع اللي حك على هاد الناس راه غادي يخلص في الدنيا قبل الاخره. حيت هما ما كيخرجوا هما ما كيضربوا حد، ما كيعرفوش بعدا كثير باش، ما كيعرفوش الانتقاد، ما كيعرفوش يجاوبوا شي واحد، فهمتيني؟ باش نهضر معاك، هاد الناس دراوش.
واذا انت باغي الفتنه فهمتيني وخارج كتقول لخديجة تورينو هذيك عوجت كتقول ديك هذيك مسوديه الدار واش كوني مسودي يا بال يا بال يا بالمسودي واش انت اللي مسودي ولا هي اللي مسوديه ودابا انت فين ما جيتي المسوديه المسوديه الدار المسوديه المسوديه الدار وكدير راه دابا انت هذاك التعياب اللي كتعيب انت في خديجه طورين وراه التعياب راه فيك صاحبي راه فيك انت شي داك التعياب اللي كتعيب انت في الناس كتعيب في خديجه راه فيك انت راه اولا انت مشي دير فرنسا ما درتي والو ورجعتي للمغرب وليتي كتقول للناس اعطيوني المحسنين انا بغيت ندير واحد السناك حيت اللي كيمشي لفرنسا واللي عنده الكتاف اللي عنده الكتاف راه ما كيمشي ما كيرجعش للمغرب وكيقول للمحسن عاونوني بغيت ندير واحد السناك فهمتيني مزيان واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش الناس اللي كيديروا راه ماشي المحسنين اللي كيعاونوا الناس باش يديروا المشاريع المحسنين اللي كيعاونوا الناس باش ياكلوا وياكلوا ولادهم فهمتيني وانت خارج كتقول عاونوا المحسنين بغيت ندير واحد المشروع بغيت ندير واحد الصناك المحسنين ما كيعاونوش الناس باش يديروا المشاريع فهمتيني باش نوصل لك انا هذه الفكره حنت انسان انسان صافي فهمت كيفاش وخديجه لا لك واعر عليك في اليوتيوب واعر عليك في القنوات واعر عليك في جميع التخربيق ديال التصاويب ديال القنوات فهمتيني مزيان باش نوصل لك انا كتحسب راسك واعي وفايق ولكن من قناتك عرفناك بالله انت ماشي واعي انت مكلخ فهمتي مزيان ما ديرش براسك ماضي شتي هو اللي ماضي واللي عارف شنو كيدير واللي واعر في هاد التخربيق ديال اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا كامل راه ما كيخرجش وكيقول لك انا واعر وانا كندير حيت اللي كيدير ما كيقولش هادي ديرها في الطانطو ديال راسك سمعتيني مزيان سمعتيني وخديجة تورينو لا لك الطير السما لا لك تهبر السما لا لك فهمتيني وهذه هي الحقيقه في الدقيقه ديال مول السلوكي وهذه الحقيقه انا ما عنديش غرام ديال المشكل اخواني الكرام الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نولي معكم من جديد الله يعاونكم